على جوله تفقديه في النادي الاهلي فرع الشيخ زايد للكابتن محمود الخطيب، طبعا بصحبه الاستاذ العامري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي، والمهندس محمد سراج عضو مجلس الاداره، ومعاهم دكتور سعد شلبي القائم باعمال المدير التنفيذي، وايضا اللواء خالد عبد الرحمن مدير فرع الشيخ زايد. هنتابع ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل.